قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ الدين والحياة، برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. في هذه الحلقة يسعد بصحبتكم إعدادا وتقديما محدثكم عبد الله الداني، ومن التنسيق واستقبال المكالمات الزميل خالد فلاتة، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح. كما يسعدنا مستمعينا الكرام أن نرحب بضيفنا وضيفكم في هذا البرنامج، ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، المشرف العام على فرع الإفتاء بمنطقة القصيم وأستاذ الفقه بجامعة القصيم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات. حياكم الله شيخ خالد. وكذلك نحن في حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن الشائعات وخطرها، أو الشائعات وخطرها، لأن الشائعات كما تعلمون مستمعين الكرام خطرها عظيم ولها أثارها السلبية على الفرد والمجتمع والأمة، حيث أشعلت الحروب وأهلكت القرى وأبادت الجيوش وأوغرت الغلة والحقدة في الصدور، إضافة إلى أنها طبعا في هذا العالم الذي بات فيه وسائل التقنية باتت فيه أكثر انتشارا وتطورا، ربما أصبحت الإشاعة في هذا الوقت أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا، لذا خصصنا هذه الحلقة للحديث عن الشائعات وخطرها. أيضا مستمعين الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا وأن تتفاعلوا من خلال هذه الحلقة وهذا الموضوع المهم عبر الرقم 012-647-117، والرقم الآخر 012-649-3028، أو على الواتساب على الرقم 055-611-1315، كما يمكنكم أن تشاركونا عبر تويتر على الهاشتاج برنامج الدين والحياة. إذن مستمعين الكرام نبدأ حلقتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. الدين والحياة، الدين والحياة، برنامج يناقش النوازل والمستجدات العصرية في القضايا القرآنية والفقهية والعقدية والأسرية وكل ما يتعلق بالأمور الشرعية. الدين والحياة برنامج أسبوعي مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند الثانية عشر منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى برنامجكم الدين والحياة، ونذكر من انضم إلينا الآن بأن موضوعنا هو عن الشائعات وخطرها. نرحب أيضا مجددا بضيفنا الشيخ خالد المصلح، مرحبا بكم الشيخ خالد. وحديثنا عن الشائعات في البداية، ما هي الشائعات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أخي عبد الله، ومرحبا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن نخرج فيه إلى خلاصة في هذا الأمر المهم، وهو ما يتعلق بالشائعات وأثرها وخطرها وما يتصل بها. الشائعات جمع شائعة، والشائعة هي مأخوذة من شاع الأمر، وهو في اللغة دائر على الظهور والانتشار والتفرق والذيوع، فالإشاعة هي ما شاع وطار في الآفاق وظهر
بين الناس. هذا أصلها في اللغة، وأما استعمالها بين الناس فالشائعة والإشاعة تطلق على ما ينتشر من الأخبار بين الناس من الأخبار والوقائع والأحداث وأيضا التوصيات، دون أن يكون لها مصدر موثوق، دون أن يستند إلى مصدر ولا يستند إلى دليل. فكل كلام يشيع وينتشر بين الناس، سواء كان ذلك الكلام بما يتعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا، بأمر الأشخاص الأفراد أو بأمر المجتمعات، بالأمر السياسي أو الاقتصادي، بالأمر الطبي أو سائر ما يهتم به الناس، كل هذا إذا انتشر وشاع بين الناس وليس له مستند يعززه ولا مصدر يوثقه، فهو مندرج في معنى الشائعات التي يتحدث المتحدثون عن خطرها وتكلم الباحثون في أثرها الرديء على المجتمع وعلى الناس وعلى الأمم والأفراد. فالخلاصة أن الإشاعة هي خبر ينتشر غير متثبت فيه، لا له مصدر ولا عليه دليل. هذا باختصار موجز في ما يعرف بالإشاعة. وبعض علماء الاجتماع والإعلام، بل حتى بعض علماء النفس الذين يشتغلون فيما يتعلق بالحرب النفسية وما إلى ذلك، يقولون عن في تعريف الإشاعة بأنها عبارة عن نبأ أو حدث، يعني خبر أو واقعة قادر على الانتشار والانتقال من شخص لآخر، وقادر على زعزعة الرأي العام أو تجميده دون التثبت منه. يعني ليس له مصدر يثبته ولا له دليل يسنده. وهذه السمة البارزة في الإشاعة، أنها عارية عن مصدر يتحقق منه من حيث صحتها، وعارية أيضا عن دليل يسندها، وإنما هي مقولة تنتشر بين الناس تتعلق بخبر أو بحدث يتكلم عنه الناس ويديرونه بينهم دون أن يكون له مصدر. ومن خلال هذا الكلام المتقدم قبل قليل، يعني لا تنحصر الشائعة في جانب من جوانب الحياة. يعني ليست الشائعات فقط في الأمور الدينية أو الأمور الشخصية أو الأمور الاقتصادية أو الأمور السياسية أو الأمور الطبية، بل كل هذا مندرج تحت الشائعة إذا تحقق فيه الوصف المذكور في أي شأن كان، طبي، صحي، علمي، شرعي، ديني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، يعني وهل مجر من هالأمور التي تنتشر بين الناس. طيب. الشيخ هذا ما يتعلق بالإشاعة. جميل. بعد ما يعني وضحنا موضوع الشائعة وربما المقصود منها يعني معناها ومعنى هذا المصطلح، ربما نتجه أيضا إلى جانب آخر. هل هذا الشائع أو هل هذه الشائعة تم يعني التعرف عليها في هذه الأزمنة المتأخرة، أم أن لها جذورا في السابق ولها تأثيرات وغير ذلك؟ ربما من خلال سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام هناك بعض النماذج أو بعض الوقائع التي حصلت فيها مثل هذه الأمور. لا، الشائعة ليست أمرا حديثا، الشائعة قديمة قدم الإنسان، فهي تتعلق بجزء منه وهو الخبر والقول الذي ينتشر بين الناس. فالشائعة تاريخها يبدأ من خلق الله تعالى الإنسان، فمنذ أن خلق الله تعالى آدم وحواء والناس على سجية معينة في أحاديثهم، وإن اختلفت عصورهم وإن اختلفت وسائل النقل لكلامهم، لكن هي في الجملة دائرة على شيء متعارف واستعمله البشر كلهم، وكانت شائعة في المجتمعات. بل يعني يمكن أن يقال إن القرآن حفظ من أخبار النبيين السابقين ما هو واضح في أثر الشائعة الرديئة على أهل الحق والإصلاح والصلاح، حيث إن المشركين الذين سعوا في إضلال الخلق وصدهم عن سبيل الله كان من أبرز ما يعمدون إليه ويستندون إليه في هذا الإفساد الذي تورطوا فيه هو
رمي الأنبياء بالتهم وإشاعة مقالة السوء عنهم. ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه عن أهل الكفر أن فيما قالوه في أنبيائهم أشياء كثيرة مما يتصل بمعنى الشائعة، أي أنها مقولة عارية عن دليل، خالية من مستند، ليس لها ما يعضدها. ولذلك قال الله تعالى في بيان أثر الشائعة في الصد عن الحق: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه سجية الأولين، وهذه طريقة المعاندين المكذبين في الصد عن سبيل الله. يقول الله تعالى: أتواصوا به، بل هم قوم طاغوت، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إلى آخر ما ذكر الله تعالى. فهذه الآية الكريمة واضحة في أن الإشاعة كانت وسيلة من وسائل أهل الزيغ والضلال في الصد عن سبيل الله وفي الرد عن الهدى وعن قبول دعوة الأنبياء. وقد وصف قوم نوح نوحا بأنه مجنون، وقالوا في هود: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، وقالوا في موسى: إن هذا لساحر عليم، واتهمه بفرعون بإرادة الفساد في الأرض: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المقصود أن هذا ليس شيئا جديدا. يمكن أن نقول الجديد حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تم وقائع حفظت فيها الشائعات وكيف تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وجه القرآن في معالجته، ولعلنا ناخذ هذا في محور مستقل. لكن الذي جد في حياة الناس هو اختلاف وسائل التناقل، انتشار هذه المقولات، انتشار هذه الشائعات بين الناس. هذا الذي يمكن أن يكون قد جد وانتشر واختلفت به الطرائق. جميل. الشيخ خالد، فيما يتعلق أيضا بجانب مهم لو هو موقف الشرع المطهر من مثل هذه الشائعات فيما يتعلق بالناقل والمستقبل لهذه الشائعات، هو عندما ندرك أن المؤمن مأمور بأن يتق الله تعالى في قوله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندما يستحضر المؤمن هذه المعاني الشرعية التي أكدت على ضرورة العناية باللسان وحفظه وترقب ما يصدر عنه ومحاسبة النفس عما يكون منه، وأن الكلمة قد يحصل بها للإنسان هلاك من حيث لا يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. إذا تحقق المؤمن هذا المعنى فإنه سيكون رقيبا على قوله، وسيحفظ ما يكون منه، وسيعتني بما يصدر عنه، ويسعى إلى البعد عن كل ما يمكن أن يكون سببا في إشاعة الشر والفساد، في نشر المعاني الرديئة بين الناس، لأنه معلوم أنه سيحاسب على هذه المقالة. وقد جاء في النصوص ما يدل على أنه لا يكفي في تسويغ نقل الحديث أن تسمعه، بل ينبغي أن تتحقق منه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا من حيث النقل، كفى بالمرء كذبا، أي يكفيك من الكذب، نصيبك وافي من الكذب إذا كنت تحدث بكل ما تسمعه. هذا معنى الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإن من حدث بكل ما سمع لا بد وأن يقع في كذب شاء أم أبى. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصيبا كافيا في أن يكون الإنسان واقعا في الكذب، أن يحدث بكل ما يبلغه وبكل ما يسمعه. ولهذا يعني كثرة من ينقل الحديث بين الناس بقوله: يقولون وقالوا وسمعنا ويقال وزعموا، هذا كله مما نهت عنه الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فيما رواه أصحاب السنن بإسناد لا بأس به، بئس مضية الرجل زعمه، أي بئس ما يستند إليه الإنسان في نقله للأخبار وحكايته للأقوال بين الناس، أن يكون مستند قوله زعمه، أي قالوا، يعني اللي يسمونه الناس ومثله منقول مثلا، أي أو منقول أحيانا، منقول من هذا في في الرسائل النصية ووسائل التواصل الحديث، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. جميل. هذا فيما يتعلق بنقل الكلام وإشاعة الشائعة والتحدث بها. يا أخي ويا أختي، يعني الأمر ليس باليسير، يعني ولا تقول والله أنا ما قلت، أنا ما كذبت. نعم أنت لم تكذب، لكنه يكفيك من الكذب أن تنقل كل ما تسمع، لا سيما إذا كان هذا يتعلق، يعني قد يتضمن أحيانا، قد تتضمن الإشاعة غيبة، قد تتضمن قذفا، قد تتضمن تفرقة وإشاعة للفساد بين الناس، وإغار صدور المحكومية الرعية على الراعي أو العكس. فلذلك يجب على الإنسان أن يتحرى في قوله ما يؤدي ما يكون خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة الكلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث سمرة بن جند، هذا فيما يتعلق بنقل الحديث، وأما فيما يتعلق بالإشاعة يعني أحيانا الإنسان يكذب وينسب شيئا لأحد أو خبر أو واقعة ولا وتطير في الآفاق، هذا فيه الوعد الشديد الذي جاء في حديث سمرة بن جندب، وهو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال لي الذي قال عن الرجل الذي رأيته، وقد رأى النبي في منامه رجلا يؤتى بكلوب أو شيء من الحديد فيشق شدقه من 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 فمه إلى آخر وجهه، وكذلك أنفه وكذلك عينه. فقال له بعد ذلك: قال رأيت الرجل الذي رأيت يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به هذا إلى يوم القيامة. هذه عقوبته أنه في الحياة البرزخية، لأن هذه عقوبة في الحياة البرزخية وليست في الآخرة. هذا الذي يشيع الشائعات الكاذبة وينشر المقالات الرديئة والأكاذيب المفسدة وتطير في الآفاق حتى تبلغ الآفاق، هذه عقوبته، أنه يوكل به ملكان، يوكل به رجل يشق شدقه إلى قفاه، وهذا يصنع به إلى أن يقيم الله تعالى القيامة. فحري بالمؤمن أن يتحرى فيما يقول، وأن يتقي الله تعالى بأن لا يكذب في واقعة أو خبر. والكذب لا يلزم أن يكون الكذب في أصل الخبر، يعني قد يكون الخبر له أصل لكن يزاد فيه وينقص ويضاف إليه ما يخرجه عن سياقه، فهذا أيضا نوع من الكذب، لأن الكذب ليس فقط بإنشاء الأخبار التي لا حقيقة لها، بل يكون الكذب أيضا في الزيادات التي تضاف إلى الأقوال، واللي يسميها الناس تبهير الحديث، يبهرون الأحاديث بما يعني يكون مبالغة وبما يكون فيه زيادات. فلذلك يجب على المؤمن أن يتحرى فيما يتكلم به، وأن يعلم أنه مسؤول عن قوله. طيب شيخ خالد، أحيانا البعض ربما يتناقل مثل هذه الأخبار المكذوبة أو الشائعات ويقول أنه نيتي حسنة ولا أقصد بها سوءا أو مكروها أو غير ذلك. أولا يعني ما حكم هذا الأمر؟ وكذلك أيضا بالنسبة للجاهل، يعني ما هو الحكم في هذا الشأن بالنسبة له؟ هو يا أخي المؤمن إذا انطلق من أصل حفظ اللسان وأن لا يتكلم إلا بما فيه خير، وقع هذا كل هذه المزالق الرديئة التي توقع في الشر والفساد، وكون إنسان يقول أنا والله لم أقصد يعني سوءا ولم أتكلم به، فالنقل في حد ذاته سوء إذا لم يتثبت منه، لا سيما إذا كان نقلا لما يؤدي إلى الفساد بين الناس، إلى
التنقص لهم، إلى إشاعة المخاوف. ولذلك يستعمل الأعداء في كثير من الأحيان الإشاعة لتحقيق مآربهم من التسلط على أعدائهم والنيل منهم بهذه الطريقة، وهي إشاعة الكلام الردي. وقد يجدون في المسلمين وفي أهل الإيمان من يستمع لهم، كما قال الله تعالى: فيكم سمعون لهم. والله تعالى قد تهدد المنافقين في كتابه في هذا الشأن، لأن المنافقين من أهل الإرجاف ونقل الشائعات، ولهذا من خصال النفاق إشاعة المخاوف والإرجاف واستعمال الشائعات لزعزعة أمن أهل الإسلام والتفريق بينهم. الله تعالى يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ودليل أن هذا المسلك مسلك خطير وردي، يقول فيه جل وعلا: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا يدل على أن الموضوع خطير، وأنه ينبغي الإنسان أن يتحرى، وكون الإنسان قصده حسن لا يبرر له أن ينقل ما يحصل به الفساد. القصد الحسن لا يصحح الفعل. كون الإنسان يقول: ما قصدت، ما أردت، يعني أنت الحين لو تمشي وتصدم لك إنسان ويموت، وهذا قتل خطأ يترتب عليه من الأحكام ما بينه الله في كتابه، مع أنك لم تقصد. لكن كون الإنسان يخطئ لا يعني هذا، أو لا يقصد، لا يعني هذا أنه بريء من المؤاخذة أو بريء مما قد يترتب عليه في قوله. لا سيما وأن الأصل فيما يتكلم به الإنسان أن يكون محافظا على قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: كف عليك هذا، أي وأمسك لسانه. والأحاديث في وجوب حفظ اللسان والعناية بما يصدر عن الإنسان من القول شيء كثير. والأمر لا يقتصر اليوم على كلام اللسان، اليوم القلم بريد للسان وبريد للقلب. فالكتابات التي تكتب عبر وسائل الاتصال وعبر وسائل الإعلام وبشتى صورها وأنواعها، المرئي والمسموع والمكتوب أيضا المقروء، وبكل وسائل القراءة، سواء كان ذلك عبر الجرائد، المجلات، الصحف، عبر المواقع، عبر مواقع التواصل، عبر الرسائل الخاصة، كل هذا مما يندرج في كلامنا. يعني نحن لا نحصر الموضوع على اللسان فقط، بل اللسان وكل ما يتبعه من وسائل البيان. فاللسان والقلم كلاهما له شأن عظيم في كتابه، في كتاب في الإسلام وفي كتاب الله عز وجل. هي نعمة من الله عز وجل، يجب أن تسخر فيما يحقق الخير. لذلك ذكر الله تعالى نعمته على هذا بالنطق باللسان وبالكتابة، فقال تعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. وفي الآية الأخرى: قانون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فأقسم الله تعالى بالقلم الذي هو وسيلة البيان، وهو بريد اللسان وبريد القلب، وبه يتضح ما في خاطر الإنسان. فالكل واحد في وجوب العناية والحفظ. طيب الشيخ خالد، فيما يتعلق بالإرسال الشائعات والإسهام في نشرها وغير ذلك، أتكلم أيضا في جانب استقبال الشائعات. عندما يصل للمسلم أي معلومة تصل إليه ربما تكون فيها يعني لم يتثبت منها، ويكون يعني ليس لها مصدر معين يتثبت منه، ما هو الموقف الذي يفترض أن يقف فيه المسلم عند هذه الأخبار والرسائل التي تأتي أحيانا بدون مصدر وبدون أمر موثق؟ يعني هو بالتأكيد هذا هو الشائع اللي نحن نتكلم عنها. جميل. لأنه كثير من الكلام ينتشر ويشاع، لا سيما في وسائل الاتصال. لا سيما في الشبكات الاجتماعية التي يتواصل من خلالها الناس. هذه الوسائل أصبحت في الحقيقة وسيلة
ذات تأثير بالغ في إيصال أشياء كثيرة إلى الناس، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل ومنها ما هو مفيد ومنها ما هو ضار. لذلك يجب العناية بها والتركيز على ضرورة التمحيص لما يقرأه الإنسان، التمحيص لما يسمعه، التأني في النشر والإشاعة لما يصل إليه. لذلك من المهم أن يفرز المستعمل لهذه الوسائل ما يصل إليه. أنا أقول اليوم يعني على سبيل المثال الواتساب، وهو أحد أبرز الشبكات التي يتم من خلالها إشاعة كثير من النشر كثير من الأشياء ومنها الإشاعات، تويتر، الفيسبوك، سائر أوجه التواصل، الحقيقة أنها من أكثر الوسائل نشرا للشائعات وقد استعملها أعداؤنا. يعني أنت لما تعرف أنه مئات الآلاف من الحسابات الموجهة للسعودية، للمملكة العربية السعودية، للشعب السعودي والخليج، في لزعزعة أمنه وإغار صدوره على ولاة، إيجاد فرقة بين المجتمع بكل وسائل التفريق التي تثار فيها العصبيات بمسوغات عديدة، تعرف أن الموضوع الحرب خطيرة. صحيح. وأن هذه الوسيلة وسيلة ليست وسيلة سهلة ولا وسيلة لا 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 تأثير لها، بل هي عظيمة التأثير كبيرة الأثر. ينبغي أن يتحرى أنت قبل ما تضغط على زر الإعادة للتدوير التغريدة، قبل أن تعيد إرسال ما وصل إليك من رسائل في الواتساب، ينبغي أن تقف عندها. يا أخي قف ويا أختي قفي، واعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الذي نشرتموه، فإن كان قد ترتب عليه فساد فأنتم شركاء فيه، وإن كان ترتب عليه خير فأنتم شركاء فيه. ولذلك من المهم أن يتريث الإنسان في نشر هذه الأشياء، وأن يتأمل صحة ما وصل إليه، ويرجع يتحقق يعني من هذه الأشياء. وسائل التحقق متيسرة، فما يتحقق منه يترك، يعني ليس ملزوما أن ينشر كل ما وصل إليه، سواء كانت معلومة طبية، معلومة دينية، معلومة سياسية. أحيانا يقول لا هذا خبر موثق، انظر إلى الصفحة صحيح. وتوقيع المسؤول، وهي في الحقيقة اليوم مفبركة بهذه الوسائل التزييف والتزوير، أصبح ذلك في متناول أصغر الناس، وأسهل السبل إلى إدراك المقاصد هو تزوير خطاب ونشره بين الناس على أنه وثيقة رسمية، وأنه يعني يستند إليه في تصرف أو في عمل أو في خبر أو ما إلى ذلك. جميل. شيخ خالد، نذكر مرة أخرى بالأرقام التواصل معنا من خلال هذه الحلقة. الرقم الأول 012-647-117، والرقم الثاني هو 012-649-3028، أو على الواتساب على الرقم 055-611-1315. نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج الدين والحياة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، المشرف العام على فرع الإفتاء بمنطقة القصيم وأستاذ الفقه بجامعة القصيم. موضوع حلقتنا في هذه أو في هذا اليوم عن الشائعات وأخطارها. أيضا هذا اتصال من عبد العزيز الشريف من الرياض. أخي عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد الله، كيف حالك؟ أهلا ومرحبا، حياك الله. حيا الله شيخ، أنا الشيخ خالد، كيف حالك يا شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. يا شيخ، خلي الشائعات الدور في تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار. الأمر الثاني، هناك من ينشر الشائعات عن ولي الأمر والعلماء والدعاء والإصلاح. ما دور المجتمع تجاه هذه الشائعة؟ وقد حصل ذلك للرسول والصحابة. الأمر الثالث، إذا وصل إلينا خبر، أي خبر، ما هي الضوابط في التعامل مع هذا الخبر؟ وهل للشخص الناقل لهذا الخبر أثر في قبوله أم رفضه؟ من المعلوم، هذا آخر سؤال، من المعلوم أن الصحابة عدول، وهم من نقل إلينا هذا الدين، وقد قال العلماء في عدالتهم وفي
صلاحهم وفي قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من اتهمهم أو أساء إليهم فليس على الإسلام وليس من الإسلام في شيء. دورنا في الدفاع عن الصحابة وعن الشائعات المغرضة التي تقال عنهم، وجزاك الله كل خير. طيب شكر الله لك، عليكم السلام. طيب أيضا هذا إبراهيم من القصيم، تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك ورحمة عليكم السلام. أخبارك؟ معك إبراهيم يوسف العجلان. الله يحييك، أهلا وسهلا. كيف حالك شيخ؟ طيب وما بشك كلامك صحيح يا شيخ، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإطاعة المال، فلا بد يعني شيخ لما تفضلت بتوعية المجتمع إقامة ندوات لهم وذكر الشائعات والأخبار، هذه يجب أن تثبت من ما ينشر عن طريق الفيسبوك وتويتر والواتساب وغيره، والمجال الآن واسع ليس مثل الأول يا شيخ، لأن وسائل الإعلام متعددة، لابد من توعية المجتمع بالنواحي هذه. وكذلك يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله ما يتعلق شو اسمها الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى حديث قال السمع ليس كالمعاينة، فشخص الآن يأخذ بعض الأخبار على عواهنها، يعني ما يتأكد ولا يتثبت من ما يقال. وجزاكم الله خير يا شيخ. الله خير. شكرا أخي إبراهيم. طيب الشيخ عبد العزيز، ان الشيخ خالد عفوا ان اردتم ان نجيب على الاسئله الاخ عبد العزيز الشريف فيما يتعلق بدور الشائعات في زعزعه الاستقرار وامن المجتمع. بالتاكيد يعني الشائعات هي من الوسائل التي يستعملها الاعداء للنيل من الامن والتفريق بين الناس واشاعه الفوضى و حصول الاضطراب. والأمن هنا ليس مقصورا فقط على الأمن على الأنفس والأموال، على الأنفس والممتلكات، بل يشمل حتى الأمن الاقتصادي والسياسي وسائر أوجه الأمن. لذلك الله تعالى يقول في محكم كتابه في وصف المؤمن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، هذا في حال في عمل المنافقين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلخطورة إذاعة كل ما يسمعه الإنسان وكل ما يبلغه، عاب الله تعالى هذا المسلك وجعله من سمات أهل النفاق. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرأي وأصحاب النظر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وميزوا بين هذه المنقولات ما هو صحيح منها، مما هو ليس بصحيح، ما كان منها حقا فيتخذ الإجراء المناسب له، وما كان منها باطنا ردة ولم يؤبه به. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا مثالا جليا في كيف تواجه مثل هذه المقولات التي يقصد منها زعزعة الأمن وإشاعة الخوف وإصابة الأمة بهزيمة نفسية. يعني هؤلاء أحيانا الذين يصفون العدو بقوته ويعظمون قدراته ويتهكمون بطاقات الأمة وقدراتها، هؤلاء في الحقيقة يعني يصابوا يعني يشاركون العدو في النيل من الأمة. شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ علموا أم لم يعلموا؟ ولذلك يجب في مثل هذه الأمور الوقوف عند المسلك السليم والتوقف عن الحديث فيما لا يعلمه الإنسان. كثير من الناس يتكلم فيما لا علم له به، مما يتعلق بتحليلات ويأخذ على أنها حقائق ووقائع، مما يتعلق بالشأن العام بالشأن الخاص، ولا يخفى أننا نمر بوضع مضطرب في المنطقة العربية وما يحيط بالمملكة دام الله عزها وأسبغ عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يشاهد الإنسان المخاطر تحيط بنا من كل جانب، وبالتالي من المهم ومن الضروري أن يعل المجتمع رجالا ونساء صغارا وكبارا بشتى شرائح المجتمع وطبقاته
أن المحافظة على هذا الكيان الذي ننعم بخيراته ونعيش فيه على وجه من الرفاه والخير الذي نسأل الله تعالى أن يجعله عونا لنا على طاعته وأن لا يجعله استدراجا مما ينبغي أن نشترك فيه جميعا. فإشاعة الشائعات المتعلقة بالوثائق الرسمية على سبيل المثال المتعلقة بالعسكريين والمواقع العسكرية والأشياء الأمنية كلها مما يسعى له العدو لتحقيق مقاصد. والواجب على المؤمن أن يأخذ حذره وأن يثبت وأن يقف أمام هذه الشائعات بما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت غزوة أحد وأصيب صلى الله عليه وسلم المصاب العظيم بقتل 70 من أصحابه وكسرت رباعيته وشد صلى الله عليه وسلم. لما انصرف المشركون جاء من جاء من الناس وقال إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا فيه فت لعضد هؤلاء الذين فيهم ما فيهم من المصاب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك ما شاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهذا في الواقع أيضا. لكن هنا بيّن القرآن كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك الشائعات المرجفة التي تريد أن 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 تثخن في هزيمتهم وأن تبلغ منهم مبلغا عظيما بعدما أصابهم من مصاب عظيم. قال الله جل وعلا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ثم لما أحسنوا استقبال هذه الشائعات بردها والثبات على الحق وأخذ الأسباب التي بها النصر والاعتماد على الله عز وجل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عادت تلك الإشاعات وتلك الأراجيف وتلك الكلمات التي يقصد منها زعزعة الأمن ويقصد منها إصابة أهل الإسلام، عادت على قائليها وبالا وخسارة وسلمت الأمة منها. فالشائعات يعني بالتأكيد أنها أحد أكبر وأهم الأدوات التي يستعملها الأعداء في زعزعة الأمن. تجدهم يذكرون قصورا يعني في بعض الجوانب الخدمية، تجدهم يقتنصون أي إخفاقات في الإنجازات، تجدهم يسعون لتضخيم كل الأخطاء، تجدهم يتناولون الشخصيات ذات التأثير في البلد من الحكام أو من العلماء أو من المفكرين أو من بالهمز واللمز والطعن لإسقاطهم وإزالة المكان التي تجعلهم أسوة وقدوة للناس. كل هذه وسائل موجودة للأسف ونقرأها ويتعاطاها الناس ببعض الأحيان بنوع من الاستخفاف الذي يشعرك بعدم المسؤولية، يشعرك بأن هذا شخص مستهتر لا يعرف قدر ما خطورة ما يفعل ولا قدر ما هو فيه من نعمة. جميل. لذلك من المهم أن نستشعر أهمية الأمن، أن نستشعر أهمية وحدة الكلمة، وحدة الصف، التوافق على الخير، التعاون على التقوى. ولا يعني هذا بحال من الأحوال ألا يكون ثمة تناصح، بل الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، لكن يجب أن يسلك في النصيحة المسلك الذي يؤدي إلى تحقيق المصالح واجتناب المفاسد، لا أن تكون النصيحة معول هدم، ولا أن يكون أعداؤنا يستعملون مثل هذه الكلمات التي قد يتكلم بها بعض الناس أو بعض الرسائل التي ترسل وتتداول الناس لا يستعملوها للنيل منا. نسأل الله أن يجمع كلمة على الحق والهدى وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا وإياكم البر والتقوى. اللهم أمين. طيب أنا الشيخ خالد أخذ آخر اتصال حتى نجيب على الاستفسارات مرة واحدة جملة مع أسئلة الأخ عبد العزيز الشريف. أخي صالح الغامدي من مكة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأوقات الجميع بكل خير وبركة. حياك الله. الله يجزيكم خير وأن يكتب للشيخ الأجر والثواب على ما قدم. مشاركتي الله يحفظكم تتعلق ب يعني ما للشائعات من أثر على المجتمع، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها من صفة المنافقين
لأن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة الإرجاف ونقل الشائعات. وكما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن المرجفون هم قوم من المسلمين، يعني ليسوا من غيرهم، يسعون إلى نقل الكلام بين الناس، وإشارة إلى الأحاديث أيضا: لا يدخل الجنة نمام، قتات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل المبادئ الإسلامية تحث على هذا وتبين أثرها على المجتمع. لكن سؤالي للشيخ حفظكم الله أثرها على الفرد، يعني هذا قد يؤدي يعني بالضرر على الفرد، أن يؤثر على سلوكه فأن يتمادى ويصبح هذا المرء اللي ينقل الشائعات ولو كان عن غير قصد، يعني الإفساد وكذا بدون تثبت، هذا ينعكس فيما بعد على سلوكه فيصبح يتمادى في هذا ويتساهل، حتى أحيانا قد يعلم أنها كذب ويؤثر على السلوك ويصبح ينشر الأكاذيب وغيرها وما إلى ذلك من الأثار التي أود من الشيخ تبيينها. طيب. لأنه قد إذا علمت أثارها على الفرد قد تردعه هو. طيب. لكن على المجتمع يعني أسهب الشيخ وجزاه الله خير. طيب. ونسأل الله أن يكتب لكم الأجر والثواب وشكرا لكم. شكرا أخي صالح. الشيخ خالد لعلنا يعني نستعرض السؤال الثاني للمستمع عبد العزيز الشريف الذي تحدث عن يعني نشر الشائعات عن ولاة الأمر وعن العلماء وعن المسؤولين، ما دور المجتمع في مكافحة مثل هذه الأمور، وخاصة يعني مسألة كبر يعني يكبر الإثم يعني أن بكثر ما كان مثلا المسألة يعني متعلقة بأثر كبير وضرر كبير، ما علاقة هذا الأمر بمسألة يعني أن الإنسان يأتي بالشائعات وينشرها خاصة عندما تتعلق بأمور كبيرة جدا تؤثر على المجتمع بشكل مباشر؟ بالتأكيد يعني هذا أشرنا إليه قبل قليل في التعليق على أثر الشائعات في الأمن، لأن الأمن يعني هو المظلة الواسعة التي يندرج فيها ما يتعلق بحفظ حقوق ولاة الأمر وحفظ أمن البلد وكل ما يكون من أسباب استقامة الحال واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة. لكن فيما يتعلق بما يشيعه الناس أحيانا عن ولاة الأمر، كثير من الأحيان ثمة أهواء يا أخي، يعني هناك أهواء خفية و ثمة جهل في عواقب بعض الكلمات، ثمة هناك من يوغر الصدور فيكون له صدى في ألسن بعض الناس وفي ما يصدر عنهم. هؤلاء جميعا نقول لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ليس هذا المسلك مما يحقق المطلوب ولا مما يدرك به الإصلاح. حديثك عن ولاة الأمر بسوء لن يصلحهم ولن يحقق خيرا، بل هو مزيد إثم وفرقة، مزيد إثم لك وفرقة وبغضة في المجتمع. طيب. وأنا أذكر هنا قصة مختصرة موجزة: رجل دخل على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وتكلم في الحجاج كلاما رديئا قد لا يكون جاوز الحقيقة في وصف أفعاله، لأن الحجاج من الولاة الظالم الذين اشتهر ظلمهم وعرف سوء سيرتهم، لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينبه هذا الرجل إلى المسلك الشرعي حتى مع هذا الوالي الذي فيه من الظلم ما هو معروف عبر التاريخ. قال له سائلا هذا الرجل: لو كان الحجاج حاضرا أكنت تقول فيه ما قلت؟ قال: لا. قال الرجل: ما أقول، ما أتكلم في هذا الكلام اللي قلته من ذمه وبيان أخطائه، ما أقوله إذا لو كان حاضر. قال: أكنت تقوله لو كان حاضرا؟ قال: لا. قال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نعد هذا من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين خطورة هذا الكلام وهذه الإشاعات التي يشيعها الناس فيما يتعلق بالأمن، فيما يتعلق بولاة الأمر، فيما يتعلق بالعلماء، فيما يتعلق بسائر المناحي. بالتأكيد أنه يتضرر منها الفرد إذا كان هذا من خصال النفاق، فالنفاق مما يجب على المؤمن أن ينأى عنه وأن يحرص على التجافي عنه ما استطاع إلى ذلك السبيل. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكره أخونا عبد العزيز في مسألة أثر
الشائعة على الفرد. طيب. نعم. فيما يتعلق أيضا بضوابط التعامل مع الشائعات، ربما أذكر أيضا نقطة مهمة ألا وهي فيما يتعلق بالشائعات التي تصل لتشويه سمعة فرد أو مجتمع وغير ذلك، عندما تصل الإنسان مثلا إلى هاتفه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ما هو الدور الذي يمكن أن يتعامل من خلاله الشخص الذي يطلع على مثل هذه الشائعات أو بعض الأمور التي فيها تشويه لسمعة الآخرين؟ ماذا يمكن أن يكون يعني من حسن ظن وغير ذلك؟ بالتأكيد أنه يعني الله عز وجل قص ما جرى من شائعة الإفك التي رمي فيها فراش نبينا صلى الله عليه وسلم بالسوء، وهي من أعظم الحوادث ومن أكبر البلايا التي أصيبت بها الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشيع من رمي عائشة بما براها الله تعالى منه، وهو ما يتعلق بحادثة الإفك التي ذكر الله تعالى خبرها وشأنها في سورة النور. هذه الحادثة تبين تأثير الشائعات في تفكيك الأسر، في الإفساد، في حصول الألم والأذى للأفراد بصورة يجب على المؤمن أن يقف عندها وقفة تأمل. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جرم منهم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتانا وإثما مبينا، أي ظاهر جلي لا يخفى على أحد. لهذا من المهم للمؤمن أن يتأمل الطريقة القرآنية التي وجه الله تعالى المؤمنين في حادثة الإفك. فإن الله تعالى أول ما ذكر القصة في محكم كتابه بعد أن ذكر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، قال جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا التوجيه الإلهي الذي ذكره الله تعالى بعد ذكر الأحكام الشرعية، لأن الله تعالى ذكر في أول ما ذكر ذكر قصة الإفك ذكر جل وعلا أن وصف الذين تولوا وأنهم من 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 من, من أصحاب الإثم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم ما اكتسب الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أول موقف أمر الله تعالى به المؤمنين عند سماع مثل هذه الأخبار التي تتعلق بالأعراض، تتعلق بالطعن في أهل الإيمان، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الله أكبر. وهو أن نحسن الظن في الناس. وانظر كيف قال ظنوا لولا إذ سمعتموه ظن لولا إذ سمعتموه قلتم لولا إذ سمعتموه لا يقول جل وعلا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، انظر التعبير القرآني بأنفسهم خيرا. يعني أنت لما عندما تظن تقبل الشائعة في أخيك في واحد من الناس، إذا قبلت الشائعة فيه فأنت تظن بنفسك سوءا، ولذلك ما قال ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم، قال بأنفسهم. الله. لأنه نحن مجتمع واحد، يجب علينا أن نعرف أن السيئة التي تكون في أحدنا تسوءنا جميعا. جميل. والحسنة التي تكون في أحدنا تحسن بها حالنا جميعا، فنحن مجتمع واحد. فإشاعة مثل هذه المعاني الرديئة والإشاعات المغرضة حتى ولو كانت حقائق يجب على المؤمن أن يواجهها بما أمر الله تعالى به، حيث قال بالظن الحسن أولا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ثم جاء مسألة التثبت. نعم. جاء مسألة التثبت مما يقال وينتشر، حيث قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. نعم. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. أي خبر ليس عليه بينة. نعم. فهو كذب. جميل. أي قول ليس عليه دليل ولا مستند فهو كذب، لأنه الله عز وجل جعل
عدم المجيء بأربعة شهداء كافي في إثبات وصف الكذب لمن تكلم به. طيب ربما أيضا نختم حديثنا الشيخ خالد لأن الوقت قد دهمنا. هنا يعني بعض الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي دابوا على إنشاء حساب يختص بالنفي ودحض الشائعات وأسموه بهيئة مكافحة الشائعات كجهد يعني مدني لنفي الشائعات، بالفعل يقومون بجهد كبير بصراحة. يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا الجهد وكيف يمكن أن نعلق عليه؟ أنا أقول هؤلاء يعني أنا لم أطلع على الموقع، لكن كل جهد يكون فيه دحض الافتراءات وتبيين الكذب وتحذير الناس من الشائعات هو جهد مشكور وعمل مبرور، وهو من المشاريع التي ينبغي أن تدعم ويشكر أصحابها ولهم منا الدعاء. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح المشرف العام على فرع الإفتاء بمنطقة القصيم وأستاذ الفقه بجامعة القصيم على ما أفدتم من خلال حلقتنا هذه التي تحدثنا فيها عن خطر الشائعات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب المسلمين جميعا أخطارها وأضرارها. آمين آمين. الله يحفظكم بارك فيكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ولأمتنا ومجتمعنا الصيانة والحفظ ولبلادنا الحفظ والعز والسناء والنصر. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم الشكر الجزيل مستمعينا الكرام على حسن استماعكم وتفاعلكم معنا من خلال هذه الحلقة من برنامجكم الدين والحياة. هذه أجمل التحايا لكم من معد ومقدم هذه الحلقة محدثكم عبد الله الداني، ومن الاستقبال المكالمات والتنسيق الزميل خالد فلاتة، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح. لقاؤنا بكم يتجدد بإذنه سبحانه وتعالى في يوم الأحد في تمام الساعة 2 ظهرا بإذنه سبحانه وتعالى. حتى ذلكم حين وفي كل حين استدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن صلاتي